شنيطتي وهاي شنطة العودة وهاي دوارك يا بين ساماني يا بين ريوبي وهذا أنا. وصباح الخير، صباحكم خير ونور وسرور. مبارك ثاني أيام العيد عليكم، مبارك عليكم ثاني أيام العيد. ومزهب عمري وإن شاء الله إذا لجعلنا من الحيين بتوكل على الله بسير القاهرة أم الدنيا بيلس من السبت لين السبت إذا لجعلنا من الحيين. وبسكن في الفور سيزن اللي عدال نايل بلازا، اسمه الفور سيزن نايل بلازا. وبيلس مثل ما قلت لك بسير السبت وارد السبت، تغير جو بشوف قوم علي وقوم محسن هناك يتريوني، بيلس وياهم كم من يوم بضحك بسولف وبرد، لا اكثر ولا لا عندي شغل ولا عندي اي ضمنه. الله يحفظكم. اليوم دل التركواز، دل التركواز والعود ابوي ما شاء الله يطابخ العودة تطابخ، وبنفارج هالريحة الطيبة وبظهر ابوي من ظل وظليل وبرد وشيفة برد الكنديشن هذا طري وهالشي القاوي، وبسير يا ابوك تحيدون هذا ما يبالك كلام. شو اليوم ريوك؟ Yeah, there is Kobos, Morocco. Open it, open it, Kobos. Sorry. يا سلام، هذا والله يا ابوكم، هذا يا ابوك انصح بكل العرب يعلموا بشاشيرهم اللي عندهم في البيت او في المعاونه او باي حد يكون يتعلمون يسوون الخبز هذا، بتفتكون من مشترى اللبناني وخفيف وصحي وماشي شراته سكري عاده. وهذا عدب، هذا على حسب الرغبه اللي يشتهي. ايش اسمه؟ شو؟ يسمونه براطه. هالمغرب براطة زين. وهذا اليوم بلاليط ابو علاق الله يحفظكم. يلا هذا وبلاء وخبيص، وهذا عرسي جاينا من عند رميثات بيت قوم خلفان بن غرير الله يحفظه جزاه الله خير زين. وهذا يي العمرها ان شاء الله يا العمرها عمر شعيب النبي اللي مطرشها العسل الفنان، هذا الفن العسل اللي لاست وشراته لا عند السايرين ولا عند الجايين نموتين الطاشة. عسل حرامي انك تروحه في 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 عرق ينبك من يظهر، تروحه في ريحة العرق، عرق الينب من يظهر تروح ريحة العسل من كثر ما هو زين. يا العمر ان شاء الله طويل. باجي على الله يحفظكم عند دخول المطار ما يقارب 5 دقائق، وطيارتي الساعة 2 الإغلاق، وحين الساعة 11 بعدها مايت ما أحس أسير المطار لازم قبل الطيارة ب3 ساعات. أنا يعيبني ما تشوف المطار ينصرف عليه مليارات وملايين، ينصرف على المطار مليارات وملايين، شل أجله ما بلا أجل من لازم يوم لادمي يوم بيصير يستمتع بكل زاوية من زوايا المطار. ونحن اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، مطارات الدولة كلهن بدون استثناء كل مطار تحفة معمارية، تحفة انتم ما تشوفون يوم بتسافرون البلدان اللي من غير، شوفوهن شوفوا مطاراتهن ما يسوى تشوف طعام ودك تظهر منه بسرعة وقت، لازم تك 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 ظهر شي سيدة. تحقيق تولي سويته ويا رشيد وقعت. السلام عليكم، عيد مبارك. عليكم السلام، عيد مبارك. وقعت انا يعيبني لا دمي ودري، والاول يوم اكون ويا حد يعني يوم بيتخطى من اليمين لليسار اليسار ما يجلس وراه هاي يدوس سم وايد هالطق طق طق الحدايد عليه في النصيفه، دم مضروس يومي تاير السياره عليهن هذيلها ما يعيبني. فلذلك دوم اقول اللي بيتخطى من اليمين لليسار يكون بسرعه، يكون انه ما يجلس يهدم اللي وياه في التدقديق هذا، هاي ما يعيبني. بس بغيت اخبركم هالمعلومه ترى هينه بعد الحين تو صار عليهن صرت واحترت. شتوي ما شاء الله عليك شتوي. فاقول لكم المطار ما شاء الله تبارك الرحمن تحفه، المطار تحفه فوايد توصل المطار من وقت، توصل مطار من الوقت وتتمشى وتتطمش وتطالع وتشوف الحركة، حركة اللوادم كيف والساير والياي، فهذا روحه ممتع.
متعة الحركة السير ولي في المطار. شو ما شاء الله هذا مطارنا. فنان رقم واحد. ما شيء شراته. يلا. شكرا رشيد. أوكي. هم وحليلهم. يو يركضون هي والله إن شاء الله هي والله إن شاء الله. كلهم يو يتراكضون يبون يشلون شنيطة تياها. قلت أبوي شنطة وحدة. ما يبى أبوي حد يشل عني. أنا روحي وصاحي ست عشران وزندي يمشي عليه. التيس ويتلفت. تبارك الرحمن. ولا في حياة حد شل عني ولا شيء. أنا لو شان شنط زيادة ما علي. لكن عظم هلا شنطة وحدة. وسيرة خفيفة. خمسة أيام وياي. يعني. فما يرزق. ما شاء الله المطار على ما تشوفون رقم واحد يلد تبارك الرحمن. تحرم ملحوس لحاس ملحوس ملقوط بقطنة هاي يقول لك والله مكانهم ملقوط بقطنة هذا هو. بيع في هالمطار الفنان الزين لقط ابوي هاي وين اوف ذا جود سيلر. انت من وين؟ من المغرب. من المغرب زادك فادك حي. شكرا. خل عزرت علي الا اشتري شيء قلنا لها ان شاء الله وهي والله شكرا جزيلا. يو ار فيري جود سيلر. اللي حطت في هالمكان عرف من يحط. لبقه ما شاء الله عيش وحرجه. اللي ما يبغى يشتري تخليني يشتري غصب زور. شكرا. بالرغم ان عاده ما حد يقوم يعزر علي لكن هاي عزرت علي ما ادري ليش يعني. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. شرفنا. على ما تحيدونه النظافة والابتسامة والأسلوب وكل شيء أبيض أبيض. السلام عليكم. هاي يوم أقولكم كل شيء ملقوط بقطنة تحرونه ما تحرون تشد حد وطاها هالأرض. مكانهم هادي معنى كلمة الريلاكس. يوم يكتبون الاتحاد اللونش مالهم ريلاكس. الريلاكس معناته الهدوء اللي في الدنيا كله عندهم يعني لا صدع ولا ديانة. قسم روحه معتزل في الدور الثاني ما في حد يقدر يتنسخ ممنوع حتى الموظفين. هس هس يلا ما شاء الله بواحد ولا باثنين ثلاث توادم ثلاث تنفار يلسين ابو الله هدا من تدخل can I help you yes you can welcome to اتحاد ايرلاين. على هالحاله والدنيا ابوي كلها رخام ما شيء هذا اللي شرات الرخام لا ها كل هذا الفرق ابوي بين شرق وغرب كل الكواليتي المثيل الكواليتي الفنان الكواليتي اللي ماشي شراته ايوه وخارج حيدون هالسبا وحلاق ومال مساج وكل شيء عندهم ومال اللي عند عيال يبين لسم روحهم هناك بعد قسم مال الفي اي بي. الفي اي بي عاده هاك اللي من الرتب الكبير يعني اللي عندهم اجتماع ولا شياته غرف بعد من هناك ما غير كنت مصور لكم اياهن قبل مده شيء وعد وايد جميل الغرف اللي هناك مصورينها لكم اذا بتردون على اليوتيوب وعلى الانستغرام موجودات الغرف اللي هناك مصورينها قبل مده فيهن في كل غرفه شيء شيف وشيء اربعه اللي يخدمون ويقولوا لك شو تبى وشو ما تبى كلها مصورينها من قبل فكل هالاقسام مصورينها وهاي الغرفه فيها نوع هاي بالذات هالغرفه مستطيله هاي فيها انك تي تاخذ ريست فيها وان راحه متى يلس تطالع هالمكان ها كراسي واحد اثنين ثلاثه سته متى يسلم تشوف عاده هاي ملكوت الله سبحانه وتعالى الجو من فوق تشوف هاي الوجهات اللي تظهر من ابو ظبي حول العالم وانت ساير ها. تلف الكون كله تلف الكرة الأرضية وهذه تراقب الساعة ليش مستعجل تراقب تناظر الساعة وليش مستعجل ما أدري إيش قايل الساعة سبحانك يا رب ولا شيء كباين تجلس روحك وشيء كباين تجلس مع العرب وشيء كباين مختلط وشيء يعني كل شيء موجود عندهم
show me how to work. How is it working? Okay. طيب بغيت اتكود. So you can fix what is most suitable for you. Okay. And here, just watching that. Yes. Just sit down here. Yes. You can sit. You can lay. You can. And just watch like that. Yes. Nothing more. Nothing more. No, sir. Thank you very much. You can have some light. Uh-huh. We can supply you some blanket, all equipment what you need. Blanket? I will sleep. Yes. What all equipment that you need for your resting? Thank you very much. Uh-huh. Thank you. سألتهم هني في اللانش مال طيران الاتحاد عن المايلز مالاتي. قال ابوي مايلز مالاتك بعدهم ما بينتهن لين 2020. بعك ابوي عندك سنتين وخذ الوقت اللي تبي تسوي ابجريد تقص تذاكر سوي بهن اللي تسوي بهن. انت بعك عندك سنتين من اليوم وسائل بعك عندك سنتين. يا معيت وامطرت في هالصالة. أول صالة دائرية بهالحجم أظن تسوي الدنيا العودة فيها يمي المخارج، يعني بقول حوالي 20 مخرج أو 30 مخرج علوي وسفلي من دورين. أول ما استوت هاي الصالة، أول ما طاحت كانوا يسمونها العادة، المسمى هذا كان دارج عند العرب كلها ولا عندنا نحن المحليين يسمونها صالة الطبق الطاير الأول، لأنها دائرية وترتكز على عمود واحد وفيها يمكن 10 أو 13 مخرج للطائرات. شيء جميل. أول ما طح شلة عز ما حد شلة قبل كم؟ قبل 20-25 سنة، هب اليوم البارحة، لا قبل 20-25 سنة شلت هالصالة. كانت حديث العالم، كانت حديث العالم هاي اللي يشوفون هالصالة. شيء كان شيء غريب وكبير هب الحينة قبل 20-25 سنة تقريباً، بشيء بسيط قبل 25 سنة. ليش ياس تصورني؟ صورتك الحين محا ظهرت بعد. صورني من غير ما يشاور يتحراني، ما شفت عاد شفته وأنا جالس أصور. نشيت أنا قاعد بفيدي وكمك من الكبار بعد، ما بفيدي من الصغار. إنزين أقول لكم الصالة هاي شلت عز ما حد شله، شيء من الآخر كان على ما يقولون. هي والله. وإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين في القريب العاجل بيتم افتتاح المطار الجديد بصالات بعلم وخبرة. عاد هذاك مطار لا صار قبله ولا بيصير بعده ولا حد يروم يسوي شراته في الدنيا العودة كلها، من أحدث مطارات العالم وفي امتيازات. شيء يعرف وشيء ما يعرف، شيء أعلنوا عنه وشيء أبوي مخلينه كمفاجأة للعالم، ما للخليج والشرق الأوسط، لا للعالم. العالم كله بيتهول منه. مطار ما استوى شرات مطار في الكون يكاد أن يكون الوحيد على مستوى الكرة الأرضية حجما وشكلا وتحفة معمارية. حتى تشوفون كل مكان اللي أنا فيه قبل 30 سنة 27 سنة هالنمونة، من يروم هاد السنين يوم نحن يوم بضبي مسوي مطار هالنمونة اللي وادم بوي من اليمن غير خارج الامارات مطارات من تشينكو. والله يا ابوكم انا من تشينكو وبليوت، ومن تنزل الطياره ارتعد المطار باللي فيه قرقر وقرقر قرقر قرقر. من شو ما شي ابوي عندهم قوه، ترى ابوي القوي سليك وقوي الامارات هب من اليوم البارحه منذ الخليقه يسمونه قوريج. يوم يشوفونك يا الاماراتي خوزوا عنه. ايه بالنسبه ابوي اللي يسال عن الخبز المغربي هاي الاستعمال اليومي، ابوي حاطين على الانستغرام اكثر فيديو شاف طلع مشاهداته كل يوم احطه على الانستغرام، موجود على الانستغرام موجود قبل 3-4 ايام انا حاطنه وكل هالعرب شافته. وحين كل دقيقه حد يسال وصفه الخبز المغربي ها مال استعمال يومي، خبز وصفه الخبز المغربي مال الاستعمال اليومي. لا حاطينه، انا ما بصور مره ثانيه، ليش اي لسان كل يوم اصور؟ حق شو يعني؟ شو اللي كالفني؟ حد حاطني بيزات، انا ما بطباخ، انا هاوي واللي يطبخونها للبيت يوم يعيبني شيء صورت لكم اياه. نقطه اول السطر، وبنحط الحين حساب الانستغرام مره ثانيه.
مبلغ محطوط على الانستغرام وعلى اليوتيوب مكانين عندكم. بنحط الحين مرة ثانية حساب الانستغرام وحساب اليوتيوب. ندخل على اليوتيوب، نروح البحث، نكتب خالد الخالدي بالعربي أو بالإنجليزي، بتلقطون مكتوب قناتي، دقوا على قناتي، نختار سبسكرايب أو متابعة بالعربي، وندق على الجرس، وبهالطريقة بتكون أنتوا اشتركتوا في القناة. أبوي اللاتبي رقم 17 كلهم مو بهالطيارة، العالم كلها ساير مصر. شي شراته مصر؟ عليك يلا بصور صور بيديك وليوتك. طيارة اللي على حسابنا، طيارة اللي على حسابنا. وابدا وحتى نحن سوري. يلا الله يحفظكم. الله يحفظكم. يلا. زين خبرني عادة. اللي طاح هناك. أقول لك الحين كم سنة ما تلاقينا في دمتك. يا الله خوزي. يا الله من خير. زين. في دبا سنة 83 ها ها لا إله إلا الله. مع السلامة. مع السلامة. ياك تسلم. بعدتوا سايرين مصر؟ نعم. البلاد كلها سايرة مصر؟ وين بتسكنون هناك؟ يسمونها؟ بعد؟ أول مرة نروحها. ما كنت سكنتوا فيه؟ لا لا. الله يسر أمورك. آمين. البيرمونت. آه قريب عدالي. قريب. بيني وبينكم يمكن أظني كيلو. والله هاي مشي أول مشي. مرة زيها. زين زين. فنان فندق. سلم على كم واحد أنتم جايين؟ اثنين. ما شاء الله بالتوفيق. ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظكم. ريال بعد توني أتأسف من أقول له سامحني أبوي أزعجناك ويا العرب اللي يجون. ما في إزعاج. الله يحفظك. كيف أنك تسوي الجو مرح وسعادة يعني. جزاك الله خير. أنت من هالوين أبوي؟ نعم. أنت من وين؟ أنا من دبي طالع. من دبا؟ دبا الحصن ايه؟ والله؟ ايه بلاد الحصن سايرنا انت قبل سايرها بدال ودي هل؟ ايه ما شاء الله عليك فنان. الله يبارك. الله يحفظك. الله يطول بعمرك. والله يبغى من يتحرم بلاد الشام يعني الاردن ولبسياته شقارب حمرة عرب الله تحل دبا فنانين. اقول لكم 99% من اللي في الطياره فنانين وسكرت ورقم واحد. لكن لو خليت خلبت. واحد ويا بعد واحد مجموع اثنين النفسية لين هذا يعني يطالعوني طرف عين شي يعني مش مزاز وغادر حراني جات من حد من هالي يده لا اله الا الله. مهما تسوي انك تروم ترضي امك لا اله الا الله ما تروم يعني برغم انهم والله من هالذهب غير يعني اثنين من مسر طيارة نفاد كل واحد ندابهم لحنا نقصنا ولا أهله وزاده. يلا شو رأيك الحين في اللي توني قلت لك عنهم هذه الجماعة ترى الرجال هذا خبرت عن اثنين اللي قلت لكم نفسية فشيء شيء منزويين يعني كذا لا وطالعون يعني بطرف عيدهم يعني بس إن فيهم وخادم يعني سبحان الله يمكن ناس الزواج بالرغم ان نحن من بلد السعادة وبلد الابتسامة وبلد الرفاهية وبلد الازدهار اللهم لك الحمد الله يرضى توني عاد اخبر الجماعة اقولهم ابوي حريت زلمة من بلاد الشام معك زوج معك زوج ما شاء الله تمام خلي ما شاء الله عليك تقطع علينا انت ما رمني لسعي ذلك خلاص رعينا راس بحمرة يعني الله يبارك فيك الله يبارك يعني مسج مكتوب فيه صورة هالرجال اللي عدالي ومكتوب فيه عادة دبا كلها شافت براويته شو كانت رد الحين هو يتحراني هذا بنزل حق روحي قال انتو فاقني شارفة انتو من الكون كله شافوها هذا مو دليل ريا الحين مستعيب انت ما قلت لي لا تنزله لا لا عادي ما قلت كيف تفاجأت تفاجأت ما توقعت بأسرع يعني ما شاء الله على تواصل مع الجماهير ما عندهم شغلة
مكسورة عينها على فكرة ليه معينها في الطيارة. السلامة. شكرا. طيارة ممسورة ليه معينها. و على فكرة في مصر ما شيء زود حر براد، ما أدري كم درجة الحرارة لكن براد خاري غيوم. الدنيا غيم عندهم ما شاء الله، منورين أم الدنيا. والله اختلاف فرق السماء على المطار الأولي والمطار الجديد. هذا الحين مطارهم الجديد، المطار الأولي غير، في منتهى الروعة مطارهم الجديد ما شاء الله، جميل وفنان ومرتب ووايد وايد فنان. يعني ثاني مرة أنزل فيه مطارهم الجديد، آخر مرة نزلت كان توهم فاتحين قبلها بثلاث أربع شهور، هاي ثاني مرة. بالنسبة للمطار مصر القديم هاك ما يندر كم عمره، حوالي 200-300 سنة الله أعلم به يعني. لكن المطار هذا ما شاء الله عسبت يكون فيه تكدس وفيه زحمة وفيه معدات تمجيدية، لكن الحين المطار هذا تبارك الله يعني شيء جميل وشيء فنان وايد يعني من المطارات اللي وايد جميلة في العالم يعني. الله يتمم عليهم على خير وإن شاء الله يتم على طول جميل. منور يا محسن، منور يا محسن، محسن باشا. إيه؟ نوّيكم مايك. وهذا الهمبا قطعناه يا أبو محمد، وهذه ها طريقتك في تبليغ الهمبا، طريقة خالد الخالدي. وهذا بارك الله فيكم الفور سيزن الفندق، أنا ما تشوفون سويت التشيكن، أعطيتكم شناطي ودوهم فوق، ها أنا ما تشوفون هذا ها علي باشا. ازيك؟ الله ايه ولا ايش يا كديم يا سلام. بسم الله الرحمن. امر امر مع تعال مع الورد اشوف عامل كونسات. الله يا سلام يا سلام، نورت مصر، نورت مصر يا هذا ممر مال الفندق، فندق ميدد رقم واحد، مجددين كل الفراش ماله، ورقم واحد مثل ما شفتوا. هاي حجرتي، هاي حجرتي. هذا دش مال وقافي سبوح متواجد، هذا يسمونه باني وحمامهم. انت ما شفت امري، هذا انا هي حافظ على الحمار. ها الاسبريسو ببلاش ترى في مصر، تقولوا ما حد قال لكم شرات حد من العرب، ما يقول لك سمون الا بيزات. وهاي الحجرة هذاك، بسم الله الرحمن الرحيم. رقم واحد للفندق ولا يشكو من باص، بس هذا الباص الوحيد اللي موجود. سلام عليك يا أم الدنيا، يا ست الكل. فندق رقم واحد، منظر ما شي شر. هذاك الريتز كارلتون اللي يصيحون الريتز كارلتون، الريتز كارلتون هذا 10 أدوار لو 8 أدوار، حشرة السيائر كلها فيه. أنا ليش أسكن في هالفندق؟ لأنه أعلى فندق وعلي وأخير بعد عنهن كهن، أكل هالدنيا هلا تشوفونهن فنادق، يا غير يقول لك 5 نجوم وهو ما يسوى 3. الريتز كارلتون هذا أحدث واحد فيهن الحين، هو هذا اللي تشوفونه، واللي كرات وكرات وكرات هناك آخر شيء، وعقبه شو اسمه آخر شيء عاد من هناك هذاك الفيرمونت ورا الطرف هذاك الفيرمونت، هذاك 5 ستار لكنه مبشرات هاي الفنادق، يعني 5 ستار العادي يعني وايد قرقعه وصدع وديان وشيش وكافيهات للاناسه، للي يبغي يتونس طرب وزعيج وبغيم وشيش وقداوه وشنه ومضغه وشروت وكل شيء يعني. يا غير هني لا، هذا يختلف.
هذا ابوي الورد جاينا الحين. انا اللي جاي. ام ما بكفو انت تجيب ورد؟ والله كنت اجيب ورد وانا جاي. كذا وبفتح اهو بص يلا عادي الجداوي. ام هذا الورد جاينا الى الله يحفظكم من انوره بقدوم. ايوه الحمد لله على السلامه دكتور سعود الفلاسي. شكرا يا دكتور سعود وما قصرت. ورد بيبعث الله خير. مشكور على هال الباقه الفنان. واخس شيء في هالباقه انها ياسها هداها الادمي طبعا الارض سنه المهملات ارضك. عير والله اني قايل لا تلبس هالبناطلين المخبقات يوم بتيني. ليش لابس هذا؟ ليش لابس؟ ما عندوش حق براتين مقطعه. ليش لابس هذا يعني؟ كل براتين مقطعه. ليش هذا مخبق؟ هذا هذا انا قايل لك يوم بتي لا تلبس هالنمونه الفندق هذا قال لك يوم بسير عنك البس النمون ولا انا غلطان؟ النمون نمون محسن. ليه بتعمل كده؟ يا انا ده جايبه من الشارع ولا انت اللي جايبه؟ انا جايبه لك صح لكن ده يتلبس في بيتك هناك. لا يتلبس. لا شوف اللي يلبس ده لازم ما يكونش الوش ده عليه. نفاية الوش. يعني اصلا ما تجنن يا علي تجنن. امر بكره الوالدك يا خالد. علي كل اللي انا اعرفه بيسالون عنك. كل سنه وهم طيبين. هي كل حد يقولوا لي يا بختك حتشوف علي. يا الله وانا ما بشوفهم مبسوط والله. يا راجل شنو؟ لا والله مش كذب. بحب الامارات وكل حاجه بحترمها. يا ربي ما كذبك. لا اله الا الله. خسيت شكرا دكتور سعود وما قصرت وعلى الله يحافظك وبارك الله فيك. شكرا على هالشيء الفنان. كل سنه طيب. ايه كل سنه طيب. شيء المكان ابوي اللوبي مال فندقنا في منتهى الروعه ياخذ العقل هذا. بس الحين في ايه؟ في ايه؟ تكلم قول اي شيء. قول بحبك قول كريمتك. بتكلم والله العظيم. زين قلت لك ما تجيبوش. ها قلت لك ما تجيبوش. وبعدين شو الحل يعني؟ حسبه بقاله كم ساعه واديله حسابه ومشي. زين الله يحفظكم. الحين معزومين نسير واحد من الشباب عزمنا في شيراتون الجزيره. الأول كان شيراتون الجزيرة اسمه غيروه الحين سوفوتيل. سوفوتيل سوفوتيل الجزيرة مطعم سموه الكبابجي. أنا يدس على البحر أنا أكل. أنت هو عشاء وهو غداء وخلاف العلم عند الله وين بنسين. برد على من وصلنا هناك برا مصر. هذا يا أبوكم يسمونه الكبابجي ما تشوفون. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا ايوه اديله هذا هذا شغله هذا مطعم الكبابجي. وين جبت ايش؟ جلسه حلوه على البحر عبارهم يسمونه بحر. زين هذا الفندق اللي نحن فيه الحين هذا يا ابوكم شيرات الجزيره تتشل عز ما حد شله في الكون. هالفندق اللي تشوفونه اكبرها واسمنها يتمنون يجلسون في اللوبي ماله. بين الفندق هذا وفندقنا هذا الخوره هذه اللي تشوفونها النيل. لكن على اساس ان اذا بتي بسياره لازم تلف هاي الدنيا كلها بتي فوق كبري ما ادري منو هذاك ابو شيء بعد وتي من الطريق هذا لين توصل الطرف هذا حسب تيلس وتشاهد هالويوه يما. ناكر ونكير. ناكر ونكير يأجوج ومأجوج. بالضبط بالضبط بالضبط. عم وليد ازيك؟ الله يسلمك. منورين مصر. احنا من الامارات. اهلا احسن الله يسلمك. عم وليد الله يخليك. عم وليد
انتوا احنا في مطعم كباب انتوا بتدوا الاوردرات ايكون الناس بتطلب عاده ميكس جريل ميكس جريل الميكس جريل للشخص الواحد يكون ايه يبقى ربع فرخه قطعتين كباب قطعتين كفته قطعتين ريش اوكي احنا اربعه احنا هنطلب حاجه مختلفه بقى تمام اثنين ميكس جريل واثنين كباب كفته واثنين كباب كفته تمام عشان اللي عندنا ما شاء الله على ما تشوف هم هشوف ما شاء الله لسه فاضيين فاضيين اليوم بقى حالا ابلغ بارك الله فيك شكرا 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 وعيد سعيد عليكم ان شاء الله شكرا يعني دلوقتي احنا طلبنا كل حاجه لازمنا الفلسفه دي عاوز مكرونه ايه سباكيت يخرب ما تجيبلوش اي حاجه من اي اللي هو انا قلت عليه ده بقى ما يجيش ما تجيب خلاص جيب اللي انا طلبته انسى ده انا وليد تعبتك معايا والله لا والله شكرا شكرا يا راجل يلا ناكل عارف ناكل اللقمه اللي جايه لازم من الفلسفة دي ما تقولش ما تطلبش ما تاكلش ما تقولش هذا اللي يميز مصر طرب طرب والغنة والهيلمان والقرقعة والصدع والديانة في كل مكان يعني تغيير جو لا أكثر ولا أقل عايزين نركز بقى ركز يا أخوي ركز ركز أنا بطلب كفتة يا الله يعز النعمة يا شوفوا اللي ضاري على كل بيوت ومطاعمنا ما شاء الله هناك في الإمارات ما تصلح لها الصوالح أبدا مهما كان يعني الموقع حلو والمكان زين لكن للحمتيكم صنة الحين كل اللي ياز هذا حمص أبو حمص وخبز حاف حار فنان لكن كمشاوي يعني ما شاء الجماعة محسن وعلي يعني لاعبوه لا احنا تمام يمين اكيد للعام يتهرى الحمام علي تذكر شو اسم اللي العام ينام مع الحمام شلبي شلبي أيوة. وين مكانه باب اللو في باب اللو ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين باكر بنسير له باكر له ورا باكر بنسير له عقب بنسير اللي فيه السيدة رفاعي هذاك اللي بين السكيك بعد فنان مطعم هذا زيد يلسى فنانة لكن طعم اللحم طعم خرفان مبشين كان اللي مضاري ياكل حمة الخرفان ما بالخرف الخروف الهرفي لا الخروف الهاد العرب الهلب الحلال يعرفون شو معناته الخروف الهاد اللي فيه هياي عادة يكون طعمه عم الحمتة فيها صنة فتيس من يهد والخروف من يهي يغدي طعمت الحمتة ما تشاهد ما بضلت ما تشاهد هي نعمة لكن صنة فنحن في الإمارات ما نفضل هالشيء يمكن حد الناس اللي مغير يعيبهم لكن نحن ما يعيبنا عن البيئة اللي أنا رابي فيها واللي عرفهم ما يأكلونه ما يخصني كان أغلى ولا أرخص أعلى ولا أدنى لكن الحم يوم فيها طعم صنة ما حد يأكله فلذلك 90% من المطاعم اللي موجودات يعني في الدنيا العودة هاي كلها لا لحم صنة طعم اللحم صنة وهذا يعني نفس الشيء يقير المشكلة اليلسة غاوية وجو المصار في منتهى الروعة وضحك وسوالف يعني وجدامك هني ها بتشوف الدنيا وعريس النيل ها عريس النيل عريس النيل مش عروس النيل عريس النيل آه علي لص النيل لص النيل الفرعوني بسم الله الرحمن والله ما كان شيء الأول زاد شين شين يحلو يحلو مسخوط انسخط ليش تشي مشين بعمرك ليش مسوي اللحية النمونة ليش ما تعدل اللحية موضة ليه النمونة الله انت عارف انت عمونة جنن الموضة عرفت الموضة مين اللي عمل دقن زي كده كل الناس كل الناس الناس متشردة لا متشردة الناس يمكن يوالمهم انت مش راكبة عليك يعني عمل انت فكرت عنك خلاص. خلاص السنة دي بكرة تيجي حالي يا أخو لا. ماشي لا دائن ولا شنب هنا وهنا لا. ولا شعر وما ليه تويها وكده لا 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 من غير دائن ولا ده يجي بيه
ماشي تجيش بيدتين لا في غزل اقولكم طرب 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 وانت طيب يا عسل لسنة وانت طيب طيب هذا اخوي كنا تونا ياسين المطعم هذا اللي هو كبابجي وكبابجي وهذا النير بمشاهد انه هذا ابويه يعني يسد داخليه كل شيء فيها هالبلاد بغيت ابويه الانجليزي بغيت العربي بغيت القهاوي مصر ترى يسمونها ام الدنيا على هالاساس كل شيء موجود على هو كله تباه هذا المكان الحين اللي تشوفونه هذا اهم مكان في شنتية مصر الأول في السنين الأولية هذا شارات الكازينوهات اللي على البحر فالناس كلها تايلة شوف مشاهد على البحر مرة هذا وين تشوفون وهاك البقاع كلها مثل يرسى تحب أرويكم واحد منها كل أوادم ما برو مسير أصور كلها أبوي أوادم يلس ما برو ما أصور المهم كل مكان فنان وغاوي وكل مشاهد هالفنادق فنانة وهذا الله يحفظكم لوبي مال الأول اسمه شيراتون الجزيرة عقب تغير عادة من شيراتون الجزيرة إلى ها الهرم علي جدا الجزيرة ايه رايح في الأكل لأنك كفتة مسك الفراخ جوا بعدت أكلت فراخ كمان أنا بطير دلو أنا ريشت أنا ريشت من كفتة كان حلو الأكل صح جن كفتة عروي كفتة تعمل اللي تقدر مع الفراخ جوا الحين هو ما قال بسبب التدخين قال محسن وحلف وبعدين دلوقتي وانت بتتكلم معانا قال قلت له اجيب لك شيشه يا محسن قال لي اه التفاح قلت لك بتشرب قلت له زلوم قلت لك معاك قلت لي التقيل ده قلت لك لا قلت لي طب انا عايز زلوم 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 بس هو كويس او بطل التدخين بس بيشرب شيشه بس نفس كده اربع حاجات كذاب طول عمره انا ما بعيد عنه ليه عشان كذبه ده عشان ما يعدنيش هنا نحن على الله يحفظكم فوق كوبري قصر النيل هذا كوبري قصر النيل ها شوف العالم يوم يقول لك هذا كبري أصل إني شوف العالم هذا يوم يقول لك حج يا حاج هذا يوم يقول لك حج يا حاج يوم يقول لك أمة التقاليد وعباس على دباس والكتف بالكتف هذا يوم يقول لك ها شوف هذا سمي رميس ولا غرفة فاضية سيدة 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 هذاك كمبنسكي عقب هذاك فندقنا نحن ها ايوه بيخطفونا من تحت الكبري غرب الهم الله سكروا والحين نحن الله يحفظ بنصير الريتز كارلتون بنسيب بنيس في اللوبي شوية برد بنتمشى شوف طرف هذاك الكرات وما كرات وما ادري شو انزين برد ابوي مشاي من هناك لين ريتز كارلتون وعقب ابوي بنسير سمير اميس والحين سالين لين فندقنا بحط راسي بنطبن يلا ترى هذا احلى شيء في مصر هذا احلى شيء في مصر الزحمه هاي يقولون المصريين حلاوتها بزحمتها هذه هي شوف العالم محد ابوي كان في بيته ها شوف الامم شوف الامم هذا كله شو اسمه كبري علي قصر النيل كبري قصر النيل ايه كبري قصر النيل 70 قصر النيل اهو قصر النيل 70 الله مرحبا اركب الحنطور أنا أطير عاد كلها قدام الريتز كارلتون يا الله خل عادة سمونا حدث ولا حرج تكد السكان عالم وايد كم بينظفون كم بيخمون كم بيلقطون ما يرمون فقط أمم لا إله إلا الله زقنا بوت
كم بتخم العرب، كم بتخم البلدية مساكين، اما النظافة كم بين اطفو. هذا حين هذا ريتز كارلتون، انزين هو اللي موجود فيه هذا موضي الشمراني عندهم، موضي بشمرة من هل الدماء، وهي بعد حفلة بعد منقير يوم الأحد، وهذه متى هذه؟ ثلاثة، هاي يوم الثلاثة. يعني ما شاء الله الحفلات ما توجه. قبل كان اسمه فندق الهيلتون، هيلتون النيل، وحاليا من أجمل الفنادق. الأول ما يسوى له شفط عام، كمل دهر ما يسوى له شفط عام، والحين عدلوا وزينوا غدالكم من أروع، ترتيبهم غاوي وزين وما أدري شو كل شيء فنان، لكن أنا ما تديته ما تسكن فيه. أي لوبي مالهم في خاري بعد يلسه بعد من غير عد وايد فنان. الطرف هذا فندق يميز الطاولة الوسطية اللي أول ما تدخل وحدة، عندهم في ريتز كارلتون يمكن 20 طاولة هالدائريات، وين ما تصد الطاولات الدائريات، لأن شو اللوبي ماله من أكبر اللوبيات اللي موجودات في القاهرة، فندق في منتهى الروعة، وفي ضويل يستوي ضويل. وهذا المدخل اللي تشوفونه هذا أي يوم من عقب الساعة 10 لازم في زفة عروس، زفة العروس ويزفونها من فوق، والمزاهر يلا يا أهل البيت تعالوا يمشون العروس على هالمكان، يجيك بعض الدرب لين هناك بس وادعوها عاد. شلها أبوي معرسة وساروا الكبري، الكبري هذا ويكتونا مصوري والعالم، هذا شيء مقدس عندهم، ضروري المعرس والعروس يصيرون يلسون على الكبري هذا. أبوينا على الله يحفظكم فندقنا اللي هو الفور سيزن، هذا مقفاه، هذا مقفاه، وهذا أبوي يلسه على الحوض. الماء والخضرة والويه اللي الله غانمكم عنه. ها بس انا اخذ 4 شهور. طلع عليك بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقول لك بقول لك حبه مانجا تروح انت بكره ما تيلا عقنها هاللحيه. نعم ايه الحلقين قافلين عندنا في مو انت بس يب مو سباكر انت علي او حكر دانك في الحيطه. لا شيخ لا ولا اخبيها. لا لا شيل لا لازم تحلق حيا. خلانا قبل كده حلقنا شعرين. لا 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 ايه شغلي ايه المهم ابتدينا بالكذب يعني ايه الشيخ اخواني اللي تشتغل انت عنده الشيخ المطوع يعني صاحب الصيدلية اخوانجي يعني مش ارهابي ولا كده بس شيخ يعني ايه لي شيخ اخوانجي ولا مش اخوانجي لا مش اخوانجي أما أنت لسه بتقول إخوانجي؟ أنا بقول يعني من الناس الملتزمة عشان نقوله يعني دلوقتي نقوله ولا ما نقولوش؟ لا ما تقولوش يبقى تحلق دانا؟ يبقى تحلق دانا؟ لا أقوله كله كذب في كذب كده مفيش جملة مفيدة مفيش جملة عادية جملة سليمة نقية كده عمره ما قال كلمة صح المية العذبة دي كده كله ملوث 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 يا ساتر يا رب مكبطات قلت لي بقى هو مين؟ اخواني ولا اخواتي بعدين ايه الحل في الحل فين ولا في الراجل في الاثنين نسجن يا جماعه نحلق دقنين بقول لك احلق دقن الراجل دي صوره الراجل لا ده ابوه قبل ابوه ولد فرحان في كده عامل له كهرباء حواليه كده تعال علق لهم عشان اخواني هو يعني بشترط ان هو انت تشتغل معاه لازم تربي دقن وتربي حاجه تانية ولا ما لا هو دقن بس دقن وقرن دقن يسيب اوكي بكره بقى تيجي حلق الشعر والدقن الشعر كمان والدقن واحد لسه بعت لي رساله انت بتمشي رايك عليهم ليه انا ما اعرفش ديكتاتوريه مين ده اللي يعني كده كويس مش مفروض انك انت تحلق دقنك وتلبس بنطلون مش متخرم؟ لا على عسد اللي بتاع الثورة؟ بتاع 25 يناير نفسك ايه يا علي؟ انزل المية مش سامعك يعني انزل المية فين المية؟ بسين في الحوض ده حوض؟ ها عندنا الحوض كده 50 سنتي امال ده ايه؟ ده بسين ده حمام سباحة انزين الجو حلو وننزل مش هيتعود يعني
تأكد؟ ما عندناش احنا في البيوت خالص حاجة زي كده. عندنا الحمام بتاعي كبير، متر ونص في مترين. كبير قوي ما شاء الله. علي 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 علي، هتقدر تستحمى هنا قدام الناس كده؟ ده ما هو معمول بسين، يعني استحمى قدام الناس عشان بالليل يعني؟ برد شوية؟ لا مش برد، هو بارد يا عم. يجي لي برد بس انزل. ليه؟ عمرك ما دخلت في كده؟ لا هنا ما عندناش هنا كده يا راجل. والله يا احنا فين؟ مش بتقول خالتك تحية كاريوكا؟ لا الحمد لله. كان بيقول لك ايه عشان البراد بتاع الفندق؟ قلت له عشان في كذا طبقه علشان يفضل الشاي اللي جوه سخن. ايوه خده معاك البيت وجرب. جابك على كل انت قبل ما يضحني فشل يثير يفضحنا. والله عينه عليه. يلا ما ابغى البن عنه. عينه على الكوبايه. عينك على الكوبايه؟ يعني بدانا بالكوبايه. ناكل البراد بعد كده. احسن بكره ما تجيش الا وانت حالق. او انا اوديك احلقك الشعر والدان. لا شعر لا. زيرو زيرو زيرو. الحق تحلق. احلق ايه يعني؟ زيرو. لا زيرو طبعا. ليه؟ هتخش الجيش. ايه اللي لا؟ بقى انا مربي ده كله بعد نجح احلقه زيرو. تربي؟ مربي. ماشي. بتعرف تربي؟ لا ايه؟ بتعتني بيه ان شاء الله. بتعتني؟ بتصرف عليه يعني؟ بتجيب له ايه؟ انت دلوقتي انت فاكر يوم ما روحنا اسكندريه؟ ما تفكرنيش. فاكر؟ ما تفكرنيش. فاكر يوميها ولا كلنا دخلنا الجيش؟ فبكره عاوزين نغير المود. المود عاوزين نرجع زي قبل سنه زمان. انت وحاج علي. طب انا استاذن بقى ليه؟ انا اصلا حالي انا بدي بكره من هنا بحطهم هنا عشان الحر. عشان الحر يعني؟ لا حر وانا هنأمل ولا ايه؟